السؤال، هل وضع الله خطة لفداء او تخليص الشيطان من الهلاك بعد سقوط الشيطان مثل ادم؟ لا طبعا، لان لو ربنا كان وضع خطة لتخليص الشيطان كان نفذ تلك الخطة. ثم ان هناك فرقا بين خطية الشيطان وخطية آدم. الشيطان لم يوره احد، وانما نبع الفساد من داخله بدون اي اغراء خارجي، لكن ادم وحواء كان في اغراء خارجي من الشيطان. دي نقطة. ثاني نقطة، الشيطان كان في درجة روحية كبيرة بعيدا عن المادة. يعني الكتاب بيقول في مزمور 104 آية 4: الذي خلق ملائكته أرواحا وخدامه نارا تلتهب. لكن الإنسان كانت المادة جزء في تركيبه، لأنه خلق من تراب الأرض، فكان في درجة أقل بكثير من الشيطان من الناحية الروحانية. كذلك قيل عن الشيطان في سفر حزقيال إصحاح 28 انه كان كامل في كل طرقه قبل ان يسقط. كان في درجة كبيرة من الكمال ومن الجمال. وكان في السماء بينما الانسان كان في الارض. جنة عدن كانت في الارض. وبعدين نقطة تانية، ان الشيطان اشتهى ان يصير مثل الله. قال في اشعياء 14: ارفع كرسي فوق كواكب السماء اصير مثل العلي. طبعا دي بقى نوع من الكبرياء الى اخره. نقطة تانية بعد كده، ان الشيطان حينما سقط اسقط معه عددا كبيرا من الاجناد السمائية، تقريبا من غالبية الرتب السمائية ما عدا رتبتين لم يقل الكتاب ان حد من الملائكة سقط منهم، وهي رتبة السارافين، لانهم يرمزون الى الحب الالهي كنار تلتهب. كلمة سارافين يعني محترفون بالنار، يعني ملتهبون بالنار. ورتبة العروش او الكراسي، لانهم يرمزون الى الحلول الالهي. لكن اسقط عدد كبير جدا من الملائكة معه، اغراهم فاسقطهم وكون بهم جيشا لمقاومة الله. الانسان حصل في
ان نكون جيشا لمقاومة الله. النقطة اللي بعد كده ان الشيطان لم يعرف التوبة اطلاقا، بينما الانسان كان يخطئ ويتوب ثم يسقط لضعفه ثم يتوب. لم نسمع اطلاقا ان الشيطان قد تاب اطلاقا، بل ظل يقاوم ملكوت الله وسيظل يقاوم حتى النهاية. ولذلك قيل في سفر الرؤيا اصحاح 20 ان الشيطان عندما يطلق من سجنه يخرج لكي يضل الامم في انحاء الارض. يعني برضو مهما حصل مفيش فايدة فيه. على رأي المثل في الكتاب المقدس، ان دققت الاحمق في هاون لا تفارقه حماقته. هكذا كان الشيطان. والكتاب المقدس يتكلم عن هلاك الشيطان في اكثر من موضع. على الاقل في رؤيا 20 آية 10 يقول وابليس الذي كان يضلهم طرح في بحيرة النار والكبريت حيث الوحش والنبي الكذاب، وسيعذبون الى ابد نهارا وليلا الى ابد الابدين امين. وموضع تاني في متى 25 من آية 31 للآخر يتكلم الإنجيلي عن مجيء السيد المسيح وجلوسه على كرسي مجده، وتأتي أمامه جميع الأمم يجعل البعض عن يمينه والبعض عن شمال للآخر. فيقول للذين على الشمال اذهبوا عني يا ملاعين الى النار المعدة لابليس وملائكته. يعني في نار معدة، يبقى ما فيش خطة للخلاص. يعني فانت يعني رجاء ليك انك لا تشفق على الشيطان، ما تخافش ابدا عليه، لان هو نفسه لا يشفق عليك، ولو طالك ما يتعكش. واذا خلص الشيطان يبقى لا يهلك احد. بيقول هل من ممكن ان يعدل الشيطان مساره الى الخير؟ لا مش ممكن، مش الانسان التائب. لا لا، سيظل الى اخر هذا الدهر الحاضر. يعني امتى هتيجي نهاية الدهر الحاضر؟ لما ضد المسيح الانتي كرايست، لما يجي وقال عنه كتاب في التسالونيك الثاني اصحاح 2 المقاوم والمرتفع على كل ما يدعى الها حتى انه يجلس في هيكل الله كاله. لما يجي هيعمل ايات وقوات وعجائب بقوة الشيطان. يعني الشيطان هو اللي ينهضه، وهو اللي هيأيده، وهو اللي يقويه، وهو اللي هينشر له في رسالته بكل قوة الشيطان وبكل خديعة الاسم في الهالكين. هذا يأتي المسيح في المجيء الثاني ويبيده بنفخة فم. ف هيفضل في الآخر مقاوم. يعني سؤال بيقول برضو تبع كلامه، فهل الله ميز احد مخلوقاته اي الانسان عن المخلوقات الاخرى اي الشيطان؟ يميز؟ لا. ازاي بقى؟ بدليل ان ربنا
في خلق النوعين خلق الشيطان في درجة أعلى، خلقه كملاك أو رئيس أعظم من الملائكة، الرئيس الأعلى كميخائيل، خلقه كملاك بطبيعة أرقى من الإنسان، يبقى لم يميز البشر عن الإنسان. ثانيا الشيطان هو اللي ضيع روحه، الشيطان هو اللي ضيع روحه. وبعدين في الآخر الأخ ده بيقول أرجو مفداستكم الكتابة في هذا الموضوع، ربنا يديني وقت وأكتبه إن شاء الله، مخلوقين نزلوا لي الكلام ده على